قدم فوزان السابق اعتذاره للملك عبد العزيز رحمه الله عن العمل مفوضا لبلاده في مصر بسبب حالته الصحية، وقد قبل منه الملك عبد العزيز ذلك بشرط أن يأتي للسفارة ببديل عنه يماثله في العمل والمكانة، فرشح له عبد الله إبراهيم الفضل، وذلك سنة 1367 هجرية، 1948 ميلادية، ليحل محله، وقبل الملك ترشيح عبد الله الفضل. امتلك الملك عبد العزيز رحمه الله قدرة خاصة في اكتشاف معادن رجاله، وأثبت نجاحه في توظيف قدراتهم فيما يتناسب معها ويخدم مراحل توحيد البلاد، ومنهم عبد الله الفضل الذي عمل في المهام الرسمية طيلة 3 عقود. قدم في هذه السنوات للملك والدولة الولاء والوفاء، وتوجت بعمله سفيرا لبلاده في القاهرة حتى وفاته سنة 1376 هجرية، 1956 ميلادية.